يا سلام الله عليكم سلام فيه شيء ولا جد الله عليكم وخلونا نروح المحبة بالليالي مصالح شوي لا لقي انا في صدر ولا ورق ينوح. طيب الوازم ما اخفيكم سر قبل تري رجع والله ما اعرف ولا يعرفني، اتمنى انك تشوف السناب. انا قبيل كان في صجه وازعاج ولا قدرت اني اكمل معك، كان قال يا هاج الحمد لله اني شفتك والله اني احبك من ذا الكلام من الناس اشد المتابعين لك. يا هاج تكفى وتبشر بسعدك احتزم اللي بيدي والله ما ادخله. قال ابا هاج انا ذبحتني دنياي بالضيق. اثر فيني كلامه وكان عند جونا شخصين وكذا، كنت انا ميده كحيران اتواصل انا وياك. للاسف الرجال راح ولا قدرت اني اشهد الله اني ما قدرت اوصل شو اسمه كلامي له. حبيبي انا بقول لك حاجه، مشاكل الدنيا ولوعاتها ما حد يسلم منها، ما والله ما تسلم منها يا اخي، لكن انا بزيدك بحاجه. روح المقبره، والله صدق روح المقبره، روح ادفن لك ميت. لا شفتك عرب يدفن لهم ميت، روح ادفن محمد. انا نعاني من ضغوطات الحياه والظروف، انا اولكم انا مثلكم. لكن الله يجزاه خير الرجال ذا والله يفرج همه، اللي صراحه انها غير مفاهيم في راسي ودي اني انقلها لكم، وباذن الله انك تسمعها يا كحيلان وان انت واجه باذن الله. مثل ما قلت روح المقبره اقبر لك ميت. داش يسرك عربي روح روح طال عمرك الواحد فقير، روح زاور لك مسجون، روح للدار الرعايه حق المجنين، روح اسمع انا ورب المصحف والله على ما اقول شيء يا ذولا كل يوم اللي قدرت لهم. قلت كذا مره قابلتك جلست المكان ذا وجلست المكان ذا، وبتعرف النعمة اللي أنت فيها والله أنت عارف النعمة اللي أنت فيها. رح رجال الفقير داق الجوع ضميان ما يروس يشرب ولا يلقى اللي يأكل، تعرف النعمة اللي أنت فيها. كل أبونا والله العظيم أنه كل أبونا يا أخواني. تعرض اليوم سيء يوم جميل يا أخي، نبقى أوادم معنا قلوب تحس معنا قلوب تشتاق معنا قلوب تحزن معنا قلوب تفرح كلنا يا أخو. فأنت لا تحطم من الدنيا وتقعد اللي يعني نوب حيل ونوب حمى نوب شمس ونوب فيها تظليل، ما بجاي يترك الدنيا وانا اخوك على ما تبي. لا بس احمد الله على النعمة اللي انت فيها، احمد الله على العافية، العافية لو تنشر وش ثمن. وش روح المستشفى شوف الوجاعة جعل ربي يشفيهم في ذا الساعة، تعرف معنى العافية اللي انت فيها. الرزق والله مو محتكر على المال، ان الله رزقك العافية، ان الله رزقك السعادة، ان ما انت من ضمن الناس المساجين، ما انت من ضمن الناس الوجاعة، ما انت من ولا ترى الضيقة اللي تجيك ترى هجينا كل بون كل بون هجينا ذا الضيق. ولكن عليك بالقران جدا جدا للشخص اللي انا واجهته والله العظيم انه شكرا، واقسم بالله عن مالك دين علي ويجعلك تشوف السنابات، اقسم بالله اني يوم خلصت من الرجال اللي كانوا معي اني رحت ادور لك، حتى عرضت من عند المحلات واني قاعد اتشوف يمكن خمس دقائق اني ودني لقيتك، لكني ما عاد لقيتك. والله يبيض وجهك لانك صراحه خليتني انتبه على اشياء انا كنت جاهله. الله يبيض وجهك وابشر بالخير. عمر غاني احباني عمر الله ساعه موضوع واجهته والله ما له ربع ساعه، حبيت اني انقل لكم اعذروني ان كان اني طولت عليكم. انت اليوم يعني استمتعت بسناباتك؟ اقسم بالله يا ابو محمد وانت محلتني اني رايح انا الواوية صوب محل قريب هنا وطالع سناباتك. الكلام هذا كان في خاطري تدري، بس اني ما ادري شلون اطلع للناس، ما عندي صيغه الكلام اللي انت قلته. فيوم قعدت اسمع الكلام انا كنت متضايق، ولا يوم قمت اتناهت واحمد الله اقول الحمد لله الحمد لله على النعمه. اي والله سبحان اللي رزقك بطلاق اللسان يا ابو محمد. ربي يطول عمرك كلامك ذا يشرفني.
انا ما اقول عشان انك موجود في الزنابي ولكن بما انك يعني اثنيت على الكلام ذا العشاء عليك. العشاء عليك انت، انا اثنيت على الكلام مفروض العشاء عليك. لا العشاء عليك انت. انا احس اني انعس عادي يعني، تعطينا صرافتك وانت تاكل. اخي مسعود دق علي شو شبي بديك جايك بس والله كلامك طيب وراسك طيب. اجلك ب 3 مليار في مشاهدات في التيك توك، شكرا لكم يا زين. تحقيق النجاح مع الاشخاص اللي تحبهم، لا الله ذم انتم ما وصلت انا الارقام هذه. الله يبيض وجيهكم ويجمل حالكم ولا يهينكم. والله ما عادي وش اقول وش اخلي، لكن ماني بقايل لكم الا يا ولد ابي اصور غير مروس، المكان زحمه وفيها مكان ضخم، انا واني منك من زمان ظلمه والله كاني عند البيت. ألف ألف مبروك لنجوم جنتل على نجاح النسخة أولا. الشيء الثاني ألف مبروك النواف بن عقاب المركز الأول، وتركي الغويزي وبداح وجبر ونجم الجمهور علي بن هادي ورشيد الطح. أفضل جائزة صراحة شوف رشيد يوم قالوا رشيد انصدم رشيد، المركز الثالث في نجم الجمهور رشيد طاحوز طايقه. والله تستاهلون والف مبروك، الف 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 مبروك للجميع، تستاهلون حب كبير بلساني وبلسان اخوي الله يطول خلاوي. انت كلامك حاله، انا ما عاد اتكلم بعد. جعل ربي يطول عمرك يا ابو سالم ومرحبا والف مبروك للجميع، تستاهلون رشيد العاله والعاله بالعاله. السلام عليكم. ما ننسى أخونا ضيف الله العتيبي أبو عتب يستاهل جائزة جائزة المروخ. السلام أبو محمد، ألف مبروك ضيف الله. في شيء عجيب اليوم هنا، والله زحمة، والله زحمة ليه؟ والله شوف البداية غريبة. ها؟ ما ادري والله، ما ادري شو اتوقع، لو نبي احتفاليه وانا ما ادري. يمكن عشان فوز المنتخب الاسبوع اللي راح، يمكن ايش؟ فوز المنتخب الاسبوع اللي راح. شو عشان ايش قلت؟ فوز المنتخب، ما هو ما فاز على ولا دلع المشي. ايام عشناها سوا محمد، 8 ساعات منك والله كان يفاقد اسبوعي حق ابو سالم. بس ما عليك حليت محلك ابو سالم، ما عليك كيف الحال؟ ساك طيب، ساك طيب، حب خشم شلون السعد؟ والله انا يزودني انت بعد، والله انك اخي انت طلاق انك خامس، والله انا والله انك اخي، ما انت بعيال يبي لكنك اخي، انه والله صادق انك اخي. ايه اخي انت جايبني جايبك لربي، والله انك اخي اللي ما هو بولد يبي اخي اللي جاب اهلي الزمن بشر بساعدك شد حلقك. استاذ القدير عبد العزيز بن سلطان العصيمي من عتيبة الهيلة، انا سعيد جدا بتواجدي معك هذه الليله. والشيء الثاني انا سعيد جدا بشوفتك، انا اسعد بشوفتك واسعد اني متواجد معك طال عمرك. جاي ربي يطول عمرك، تشرفت فيك يا مرحبا استاذ عبد العزيز. هل راح نشوفك كل الايام القادمه؟ راح اشوفك كثير. سلطان دراهمي عند الرجال ذا. احنا عندك شغل؟ احنا ابوك اطرمك 7000 تقول عندي شغل؟ انا كفيل انا الصدق يا ابو سلطان، والله اني صاد ورانا امور امور مصلحه. كل درهم الرجال متى بتجيبها؟ يا احمد الرجال فاتح السناب الحين يقول دراهم الرجال متى تجيبها؟ والله العظيم من جد دراهمه، انا اصلا مبتلش اصلا من جد دراهمه في صرافتي وانت طريق الفندق عندي. امحوك تطبيق هذا الشيباني اللي معلق هذا الحين. دراهم الله يجي وايد اللي يطلبوني. احنا ابوك اطلبك 7000 وفاتح لي كوفي شوب وفاتح لي. اعدوا الى الشيباني. مبارك ابو سالم ولا شوي؟ شوي للي انا خابر. مبارك جي مبروك.
نقول مبروك. طف نقول مبروك. للحين شوي. تستاهل تستاهل. انك رحت وخليتني بس انك تستاهل يا ابو سالم. هلوم بالمشي. هلا والله خليك من فوق فوق حنا. هلا والله. هلوم. ما دريت انك فيه. درامي يا ابو رحيم. متى ناوي الصدق متى يا ولد؟ يوم جد رهمك في صرافتي وخرب التطبيق وخرب كل شيء. الله واحد ما خرب التطبيق اللي وجدت. المشكلة ما توقعت انك هنا اصلا. فترة منك الحظ الصوم عليك درامك الحظ الصوم. العلوم ابن مشي عشان تدري ما يجمع الاعلان واحد. فاتمنى ما يجمع له مكان واحد. ما قلت مبروك لابو سالم مسعود. على وش؟ مسعود بن شعبول مبروك. في ذمت. اي والله. مبروك يا ابو مبروك مبروك يا ابو سعد. مبروك. والله لا وقف احمد. غايب فوق صدري حزن ما ادري شوق من البارح وانا احس بملل والقلب في حيره بغيت النوم قال النوم لا والله علي مرفوق ما ترقد لينيات الصبح وتغرد عصب. السلام عليكم. الخبر الجميل لهذا اليوم انك قضيت يوم الامس دون ان تصاب بأذى او تفقد احد. انكتب لك يوم كامل ما خسرت فيه شيء. هذه نعمة. ها؟ هذه نعمة الحمد لله. الله ما يبي منك شيء. سوى الشكر على النعمة اللي أنت قاعد تعيشها الآن يا صديقي. صباح الخير. والله اللي ما يحلف بغيرها أحد. يا إخواني. إني فخور بيكم فخر. اليوم قاعدين تسوون أشياء قوية جدا. لا من ناحية السبيس ولا من ناحية البث. والله العظيم انكم فخر وانكم اخوان. ودي اني اتهرج واشكركم لكن مروس المشاعر تحت هيبتكم مرهونة. لكن جاني والله ما خلا منكم. وشكرا لكم بحجم السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حي. شيء والله اني خبيته عنكم من شهرين. وادري انكم والله بتفرحون. لكني خبيته لجلني لين انجز الموضوع وعقب اعلمكم. ابشركم انا لي شهرين وانا اشتغل بعطر. شغال مع اشخاص مصنعنا عطورات. وابشركم كلمني المصنع قبيل ويقول عطورات قد جاهزة. باذن الله بتجيني العطورات. اول مشروع لي أشاركه معكم بإذن الله. العطرات تصلني اليوم. أتمنى أنكم تدعون لأخوكم بالتوفيق. أول مشروع لي في الشهر. أدعو لأخوكم بالتوفيق. جعل ربي يوفقنا. أبشرك أرحب. الله يلبي. المصنع دق علي يقول العطرات قد جاهز. حلوة حلوة وسلوة. بإذن الله العطرات توصلني اليوم. لي شهرين وأنا أتحراها. بإذن الله أنها تنال على إعجابكم. وأنا بكون معك صريح عزيزي المشاهد. العطر باقي ما جربته أنا لكني عارف التصنيع وعارف زجوة العطرية. أنا بجرب العطر بشوف فوحانه وثباته. إن كان كوب يجملني عندك مالك إلا الضمانات. تأكد إني بنزل عطري اللي انا مسؤول عنه وبحط عليه الضمان الذهبي. ما عجبك كلمني واعطيك فلوسك. وبعد انا مشوش صراحه التوصيل علي والضريبه علي.
وبسعر مناسب، مناسب جدا. عطر في اي بي بسعر مناسب. الله يجعل ربي يرزقنا ويرزقكم في ذا الساعة. الله يجعل ربي يوفقكم كلكم. امين. جعل المدارة منهتك فيني كأنه إلا مني وكأنه كل مقبل.